رمضان كريم يا قوم. هلا شوفوا، نحن كناس بنحب الدراما السورية، او احكي على حالي انا على اقل تقدير، رايي الشخصي انا كانسان بحب الدراما السورية، وزعلان كتير انه الدراما السورية باخر كم سنة المسلسلات هيك صايرة بايخة كتير، ما في فكرة، ما في سيناريو، ما في هيك يجيك مثلا مسلسل تقول انه واو مثلا شفت مسلسل كتير حلو. ما بدي انا مسلسل يكون رومانسي، هذا حب هاي وهي حبت هذاك ومدري مين حب مين، وما بدي مسلسل انا يحاكي مثلا الواقع السوري، حاكي الازمة السورية، الحرب بسوريا. انا ماني مستني من الدراما السورية هيك شيء لحتى اطلع هيك انه هذا مسلسل مثلا حلو. انا كنت مستني من الدراما السوريه تعطيني مسلسل يكون فيه كومبو، اطلع هيك اقول انه اوكي هذا مسلسل فعلا قوي عالمي هوليوودي. انا كنت مستني كومبو من مسلسل معين من الدراما السوريه يكون فيه تصوير حلو، يكون فيه اخراج رائع، يكون فيه تمثيل خارق، موسيقى حلوه، قصه حلوه، سيناريو حلو، حوار حلو، ما بعرف، بدي كان كومبو انا اخلص المسلسل أسفق له، أخلص المسلسل أعيده مرة تانية، أخلص المسلسل أقول إنه هذا المسلسل هوليوودي، هذا المسلسل عالمي يستحق إنه كل الناس تشوفه، لأنه فعلا مسلسل جدا جميل. هذا الشيء عمله مسلسل قيد مجهول. طيب خلينا نحكي ليش هذا المسلسل هو مسلسل عالمي، هو مسلسل هوليوودي، هو مسلسل يستحق إنك أنت تسفق له. أول شغلة واللي هي أساس كل المسلسل، الإخراج. أخرج هذا المسلسل كان السدير مسعود، وأنا برأيي الشخصي السدير مسعود عمل مثل ما بيقولوا مسلسل يكون انتقال للدراما السورية بشكل خاص والدراما العربية بشكل عام. إذا بدنا نقول عمل نقلة في هذا المسلسل، أنا برأيي الشخصي من بعد مسلسل قيد مجهول في كتير مسلسلات رح يبلشوا يعمل المسلسلات 8 حلقات بس، وهذا شيء جدا جدا جميل، وأنا بتمنى أنه يصير هيك 8 حلقات بس. خلص عندك أنت مسلسل أول حلقة أو حلقتين بيعرف لك عن الشخصيات، ثالث رابع خامس سادس حلقة بيدخل لك في صلب الموضوع، اخر حلقتين بيحل لك المشاكل، انتهى الموضوع. هذا هو اللي انا شيء بدي اياه، هذا الشيء العالم كله بده اياه. ما بدي انا مسلسل 30 حلقه اقعد كل يوم اتفرج عليه 30 حلقه، الموضوع صار كتير 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 مكرر. فنقطة انه السدير مسعود عملنا مسلسل 8 حلقات، هي نقطة كانت جدا 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 عجبتني، بغض النظر بقى عن الشغلات الاخراجية جوات المسلسل، بس اذا بدنا نطلع هيك من براده 8 حلقات هي شغلة جدا جميلة انا كتير عجبتني. طيب هلا خلينا ندخل للمسلسل بحد ذاته. اول شغله رح تلفت انتباهك هي الموسيقى، موسيقى هذا المسلسل كانت جميلة جدا فعلا، بتسمع شيء بتقول انه هذا غريب على قدني وقت انا اتفرج على دراما عربية، جد بتحس انه هذا المسلسل فعلا هيك بتحسه اجنبي هوليوودي عالمي. الموسيقى بحد ذاتها بتدخلك في الجو بطريقة انه انا عم بسمع شيء عالمي، هاي النقطة كانت جدا 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 مهمة. خلينا نحكي عن النقطة الثانية اللي خلت هذا المسلسل جدا جدا قوي وفعلا جذب كتير عالم، هو موضوع تلوين المشاهد. ممكن انت ما تحس انه فعلا المشاهد مثلا ملونة بطريقة واو كذا، بس عقلك الباطني بيولف لك مخك انه هدول المشاهد جدا جميلين بسبب تلوينهم. فعلى سبيل المثال شخصية العمايري او شخصية ابو سمرة، شخصية سمير، مشاهده اغلبها كانت باللون الاصفر. السينما او الافلام بشكل عام اللون الاصفر بالسينما دليل على الاضطراب، دليل على الخوف، دليل على انه الشخصية قدامك ضعيفة، وهذا فعلا الشيء اللي شفناه بشخصية العمايري او شخصية ابو سمرة. كان انسان ضعيف، انسان هيك تحسه غريب مضطرب هيك، هذا عرفته هذا هيك جوه. بشكل عام اللون الأصفر كان عم بيستخدمه على شخصية أبو سمرة، هاي نقطة جدا جدا ممتازة. وباقي المشاهد ممكن يكون فيه شوية أصفر دليل على حالة المسلسل بشكل عام، وكان في عنا كمان مشاهد تلوين المشاهد فيها كان بارد، هذا دليل كمان على القوة، وأغلب هدول المشاهد الباردة كان لشخصية يزن اللي هو بقى القوي، هو الإنسان اللي ماسك حاله رجال ضبيب حاله على أساس ما بعرف إيش، وفيه كمان مظلم كشخصية مظلمة ظالمة على سبيل المثال. فبشكل عام تلوين المشاهد بهذا المسلسل كان كتير حلو وفعلا بشد المتابع. النقطة اللي بعدها هي التصوير في هذا المسلسل كان عالمي بطريقة فظيعة. أنا هذا من المسلسلات اللي عن جد يعني وقت واحد بيسألني إنه إيش في هيك مسلسل تصويريا حلو، رح أقول لك إنه هو قيد مجهول من دون أي مبالغة، رح أقول لك إنه قيد مجهول هو من أحسن المسلسلات تصويريا بشكل عام. حركة الكاميرا كل المشاهد تقريبا الكاميرا كانت عم تتحرك بطريقه معينه، الزوايا اللي كانت موجوده بهذا المسلسل من احلى الزوايا. مسلسل قيد مجهول حسيته كتير قريب على ذا اوتسايدر من ناحيه التصوير، من ناحيه الزوايا، لقطات بتاخذك من السقف وكذا. بشكل عام تصويريا هذا المسلسل من الزوايا لحركه الكاميرا بشكل عام كان كتير حلو، كتير عجبني. هلا هدول الاربع شغلات اللي انا هلا قلتهم ضيفوا عليهم انه التمثيل سواء من باسل خياط سواء من العظيم عبد المنعم عميري، واو واو واو، عبد المنعم عميري عمل دور مرعب
مرعب بكل ما تعني الكلمة معنا. في كتير عالم، مو رأي شخصي بس، انه انا والله حبيته، كل العالم، مو في كتير، كل العالم قالت انه العميري عمل دور مرعب 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 مرعب، ولا احلى من هيك. الطريقة اللي كان عم بيمشي فيها، لغة الجسد، لغة الحكي، التأتأة اللي كانت تأتأة، دليل على ضعفه، دليل على خوفه، دليل على اضطرابه، دليل الشخصية بحد ذاتها كانت صعبة، مركبة بطريقة معينة. جهنا العميري عطانا إياها بطريقة عن جد. العميري ما هو طبيعي أبدا. أنا صرت هلأ من بعد هذا المسلسل بعده من أفضل 5 ممثلين شفتهم بحياتي، بغض النظر عن العميري إنه هو كان كتير عظيم في هذا المسلسل. باسل خياط، شخصيته لباسل خياط كانت عكس شخصية عبد المنعم العميري تماما. فعبد المنعم العميري أو شخصية أبو سمرة كان هو إنسان ضعيف مضطرب خويف جبان، بتأتئ لغة الجسد عنده هيك بضبط بحاله كذا، على عكس شخصية يزن اللي هو بيعمل باسل خياط، طبعا إنسان قوي، إنسان ظالم، ما بيرحم، ما عنده أي مشكلة، ما بخاف من حدا ومدري إيش. فهدول الشخصيتين صار في عنا توازن، صار في عنا واحد ضعيف وواحد قوي، واحد خويف وواحد شجاع. بشكل عام في عنا كومبو بين هدول الشخصيتين. أعطوني هم بس الخياط عبد المنعم العميري بطريقة ولا 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 أحلى من هيك. وحتى باقي الطاقم التمثيلي أنا بالنسبة لي كان جدا قوي، الكل عجبني، من الضباط لمرته لأبو سمرة بشكل عام الدكتور، كلهم كانوا، انا بالنسبه لي تمثيليا يعني هذا المسلسل كمان كان كثير حلو. طيب هلا خلينا نجي للنقطه يلي كل العالم انتقدت المسلسل فيها وقالت ان المسلسل مقتبس من برا، مقتبس من فيلم فايت كلاب. خليني اعطي رايي في هذا الموضوع واقول انه يا حبذا، يا حبذا الدراما السوريه والدراما العربيه، كل المسلسلات من دون اي استثناء يكونوا مقتبسين من برا وبهي القوه. انا بتمنىها ان المسلسلات كلها يقتبسوا وما عندي اي مشكله، تكون فيها القوه وانا ما عندي مشكله. فيعني انت ايش بستني؟ انت اللي عم تروح تنقد المسلسل بتقول انه والله هو متاخذ من فايت كلاب وبس الخياط شخصيته نفسها. ليش شخصيه نزار عم تقلي انه هي مقتبسه من فايت كلاب؟ اي طيب وين المشكله؟ انا ماني شايف مشكله في الموضوع. الفكره الرئيسيه مقتبسه، كمان ما عندي اي مشكله في الموضوع، بالعكس تماما. نحن اللي ناقصنا في الدراما السوريه وفي الدراما العربيه حتى هو الافكار، هو انه يجيك مخرج يطبق الفكره اللي عم تجينا من برا. وحتى اقول لكم شغله كمان، معلش قطعت هيك الموضوع، دخلت في شغلتين بس هلا خطرت على بالي. كثير مسلسلات وكثير افلام سواء كانت اجنبيه سواء كانت تركيه كورية يابانية صينية، بشكل عام المسلسلات والأفلام في كتير شغلات مشهورة مقتبسة من بعض، كلهم بيقتبسوا من بعض. أنا بعرف مسلسل مشكلة رايح عن بالي، والله لا المسلسل رايح عن بالي، كتير مشهور أجنبي، كتير مشهور متاخد مقتبس من تركي. تخيلوا واحد أجنبي كتير مشهور متاخد من مسلسل تركي، ولا مشكلة، بالعكس تماما، أنت عملته بطريقة كتير حلوة، يعني حلال عليك انك انت عملت الاقتباس وزبطته وعملت مسلسل يليق في الدراما الاجنبيه بالدراما التركيه بالعربيه اللي هو. فموضوع الاقتباس بالعكس تماما انا برايي الشخصي هو شيء جميل جدا. ونحن شفنا على مؤاخذه قيد مجهول مشغول بطريقه ولا احلى من هيك، ونحن كلياتنا حبيناه. ليش تيجي تقول انه والله مقتبس وما ادري ايش؟ ما في اي منطق. انا برايي الشخصي يا حبذا، برجع بعيد، يا حبذا يكونوا مسلسلات كلهم في الدراما السوريه وفي الدراما العربيه مقتبسين من برا اذا رح يكونوا بهي القوه. هلا في نقطه اخيره رح احكي عنها فيها هيك شويه حرق، فاذا انت مالك شايف المسلسل ضروري كتير انك صراحه تشوفه. ما بعرف انت ايش عم تستنى حتى تروح تشوف مسلسل قيد مجهول من افضل المسلسلات، يعني اتوقع كتير شرحت عنه، يعني شوفوا المسلسل ورجعوا لعندي كملوا هاي النقطه. فراح احكي بشويه حرق يعني عشان ما ينحرك على هيك المسلسل وهيك. في نقطة كتير مهمة انه شخصية ابو سمرة او سمير او اللي عم بلعب عبد المنعم العميري، اتوقع انه نحن كلياتنا يعني انا هيك حسيت انه هذا الاضطراب اللي هو كان عم يعيشه اللي كان عم بيصير معه واللي خلاه يخترع او يتخيل شخصية خيالية اللي هي بقى شخصية يزن، اتوقع انه هذا الاضطراب نحن كلياتنا موجود فينا. فالخوف والاضطراب اللي كان عم بيعيشهم سمير او ابو سمره في هذا المسلسل وتركيبه الشخصيه بحد ذاتها، انا بقول انه كلياتنا عن هيك شخصيه نحن. وبنفس الوقت نحن منريد انه يكون عندنا شخصيه خياليه من جواتنا مثل يزن، هي شخصيه اجراميه، نحن نحسن ناخذ حقنا، نحن نحسن مدري ايش، كلياتنا بنتمنى هذا الشيء بالخفاء. انا ما هلا ممكن اقول انا اجي لكم انه انا والله يا ريتني مجرم، يا ريتني كذا، اكيد لا، بس ممكن نحن من جواتنا هيك في عقلنا الباطني احيانا وقت يجي واحد يظلمك بتمنى انه تكون انت يزن. فاتوقع انه سدير مسعود حب يوصل من هذا المسلسل هاي الفكرة، انه نحن ممكن نكون احيانا عم ننظلم، ممكن نحن احيانا يجي واحد يظلمنا بطريقة تتمنى انه انت تكون مجرم مثل يزن، يكون عندك شخصية تانية مثل يزن تطالع وتروح تاخد حقه منك. هذا شيء غلط اكيد، بس انه انت ممكن يكون بالخفاء في عندك هيك شغلة، انت ممكن ما تكون حاسس حالك بس بطريقة معينة بموقف معين بزمان معين ممكن يعني
تقول انه يا ريت انا عندي شخصيه يزن اجراميه، وهذا الشيء اللي حاول المخرج حاول سدير انه يوصلنا اياه من خلال هذا المسلسل. هذا اللي انا فهمته. بنهايه الحلقه خليني اقول اني انا مبسوط كثير 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 بمسلسل قيد مجهول. انا مبسوط انه الدراما السوريه قدرت تعطينا مسلسل بثمان حلقات من دون ما يروجوا له بطريقه جنونيه، وبرومو واحد برومو اثنين برومو ثلاثه وصور صور صور ويطلع لك في كل محل وما بعرف ايش. المسلسل بكل بساطة عطاك برومو، عطاك بوستر، كل حلقة 35 دقيقة لثمان حلقات انتهى الموضوع. عطانا مسلسل درامي سوري ولا أحلى من هيك. أنا كتير مبسوط وبفتخر أنه في الدراما السورية مسلسل مثل قيد مجهول. هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم. إذا عجبتكم الحلقة لايك واشتراك على الموضوع. رح يدعمنا من جنك أوكي معي من جدا كثيرا. اذا شفت المسلسل اعطوني رايكم تحت في الكومنتات، ضروري انكم تعطوني رايكم تحت في الكومنتات. اذا ما شفت المسلسل انا بنصحكم انكم تروحوا تشوفوه، جدا 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 ممتع، وراح تقولوا انه واو نحن في الدراما السوريه شلون في عنا مسلسل مثل هيك. بس يعني هلا رح اعطيكم يميني هون فيديو هون وفيديو هون، شوفوا هون كمان لايك واشتراك. اذا ما عجبكم الموضوع حطوا لايك واشتراك. ايش خلص انا بلشت اخبص، بس يعني بنشوفكم بكره. ما بقى ركز على، بشوفكم بكره. سلام.